بهدف اكتشاف مواهبهم الرياضية ودمجهم في المجتمع. أقيم حفل افتتاح مدرسة الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن نادي شرطة حماة. المدرسة إنا 3 شهور عم نشتغل فيها، نحن عنا أبطال ذوي احتياجات خاصة، حبينا أنه نكثف العدد عنا من هدول ذوي الاحتياجات الخاصة لندمجهم مع الأسوياء ويعيشوا بالمجتمع مثلهم مثل أي شخص عادي. افتتحناها هلا نحن رياضيا، ندرب فيها ألعاب كيك بوكسينج، ملاكمة، كرة الهدف، كرة القدم، ألعاب صغيرة، يعني جميع الألعاب، دراجات عنا أبطال فيها ذوي احتياجات خاصة، عنا البطلة حلا جبر. ذوي الاحتياجات الخاصة لهم معاملة خاصة، يعني بدهم تدريبهم بده يكون مميز، بدك تاخذهم على هوا لياقتهم، هوا عقلهم، مثلا انه تعلموا اسقاطات، دفاع عن النفس، طبعا بتفتح مخه. لي 10 سنين عم درب فريق ذوي احتياجات خاصة، فريق ألعاب القوى، عندي لعبة جابت أول بالصين، نائلة المير على مستوى العالم، والحمد لله نحن كثير مبسوطين وانا كثير مبسوطه بالنسبه لي انه بالتدريب مع هدول مع هي الشريحه، لانه هن اكثر الناس اللي انه بيقدروا تعب المدرب بصراحه، وانا بتشكر كل انسان وكل شخص عم يدعمنا وعم يقدم الشيء لهالاطفال. الحفل تخلله عروض رياضيه من ابطال نادي الشرطه في حماة وذوي الاحتياجات الخاصه. هاي المدرسة خطوة كتير حلوة، أول شيء لهدول ذوي الاحتياجات الخاصة، وتاني شيء للأطفال نفسهم، لأنه عم تجمع شريحة كبيرة من الناس اللي هم موجودة بحماة وحتى بريف حماة، والمدرسة أخذ كتير من الأهمية بهاي الخصوص. وأنا كمدرب الأولمبياد الخاص للدراجات عندي فريق بالاحتياجات الخاصة، وعم نتدرب وصلنا فترة منيحة، وطبعا في عنا بطلة كانت ب 2019 هي حلا جبر، أخذت بطولة العالم ب 2019 بالإمارات. لعبة دراجات لعبة رائعة، وكي لعبة رائعة وجميلة كتير بكل بتعطي الواحد الحماس نحو التقدم وتحقيق الأمل بكل معنى. الحمد لله أمون هلا كويس وبخير، لعبة من مدرسة الأمل أني عم نشارك بالدراجات. المدرسة تهدف لتدريب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم في الألعاب الرياضية بأكثر من 6 ألعاب مختلفة، مما يساهم في تنمية قدراتهم الفكرية.